وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه، يحاول توبة، يحاول العبادة، ثم ينفسخ عزمه ويرجع إلى المعاصي ويرجع إلى الذنوب. هذا كثير ممن يتوبون يرجعون إلى المعاصي لأنهم لا يتحملون الصبر والاستمرار على ذلك. ربما يكون لذلك أسباب، وهو جلساء السوء، وكذلك القراءة في الكتب المضلة والكتب التي فيها شبهات، وكذلك قد يطالع ما جد الآن من تويترات والمواقع السيئة التي تعرض فيها هذه الأمور، يصعب عليه تجنبها وتركها، بل يصاب بالإدمان والعياذ بالله. الحين يقولون الجوالات والتويترات وهذه الأشياء من أقبل عليها يصاب بالإدمان فلا يصبر عليها، ولذلك تجده إذا كان مربوطا عنها بوظيفة أو بعمل يركض، إذا انتهى الدوام يركض ويفتحها ويقعد عنده، يجي الليل والنهار وهو جالس عنده ما يقدر يفارقها، فيه إدمان عليها. الذين صنعوا هذه الأمور هم يقولون فيها إدمان، هم قالوا هذا. المسلم أنه ينقذ نفسه من هذه الأمور، ينقذ نفسه، يبتعد عنها، يصبر على فراقها ثم ينساها، يسلم من شرها، تجنب جلساء السوء، هذا الجرم مثل الأجرب يعدي الصحيح إذا خالطه، يبتعد عنه. نعم.